ايه ده؟ مالك يا ابني مجهد كده ليه؟ ايه من النوم مطبق بقالي يومين وتعبان جدا. مطبق؟ يعني انت كنت نايم ولا صاحي؟ بقالي يومين نايم تعبان جدا. المهم يا تيمون، ممكن لو سمحت تلم ابوك؟ يا دي النيلة السودة، عمل ايه تاني؟ ما انا حابسه امبارح في اوضته عشان ما يقعدش يرقص لها تحت الشباك ويعمل الحركات المبتذلة بتاعته دي. ايوه عملت كده بس ما خدش منه التليفون. امبارح انا قافش امي وعمال اتلطف معاه في التليفون. طب انت ايش ضمنك يعني ان هي بتكلم ابويا؟ سوري يعني مامتك تاريخها حافل، متجوزه 16 مره، يمكن بتكلم اي حد تاني غير ابويا. تيمون ممكن تحترم نفسك يا ابني؟ انت ليه بتاخد كل المواضيع على صدرك كده؟ انت مش فاكر مامتك لما جابت نمره المغرد الشاب محمد شرنوبي وقعدت تعاكسه في التليفون وعملت له مشاكل قد كده مع خطيبته؟ حصل ولا ما حصلش؟ تعبيط يا تيمون، شرنوبي ايه اللي امي هتكلمه؟ امي هتكلم واحد من دور عيالها؟ يا ابني كان بيتكلم المطرب محمد الشرنوبي تجيب نمره احمد مالك لانها من المعجبات بالفنان احمد مالك بفنه يعني. طب ما يمكن يا عم، يمكن اصلا ما بتكلمش اي حد وبتكلم واحده صاحبتها مثلا. انا لما دخلت كانت بتقول لها يا منال بس. وانا هتوه عن امي. كان في صوت تخين في التليفون انا عارفه. ايوه على فكره انت منال دي صوتها اجش، عامل زي صوت الفنانه الرقيقه هنا الزاهد كده، صوتها تلاقيه عامل ايه كده فاهم. طب ويا طنط منال عندها دقن؟ وانت كنت سامع صوت دقن في التليفون يا تيمون؟ هو في دقن بتتكلم يا حبيبي؟ ما تبقاش غبي كده يا ابني. هي بتقول لها خف دقنك، خلاصة الكلام لم ابوك بدل ما انا لمهولك. لا هتخش في الغلط هغلط فيك، وممكن كمان اقول لك اللي عنده معزه يربطها بومبا. انا امي معزه تيمون؟ بس يا ابني انت عبيط يا ابني. انا امي معزه يا صاحبي. انت بتعيط عشان دول؟ انت عبيط يا ابني؟ اتنين زي دول هيخسرونا بعض يا بومبا؟ خلاص اهدى انا عندي حل. يا ابني اهدى انا عندي حل. بص انا هروح لابويا واقول له انا وبومبا قعدنا مع بعض وتشاورنا وموافقين على الجوازه دي. موافق على الجوازه ايه؟ انت مجنون يا ده. هنقول له موافقين كده وكده، وهنقول له كمان هديه جوازك عندي انا وبومبا حمام مغربي، ولما نروح الحمام المغربي هقول لك هنعمل ايه بالظبط. بومبا اسمع، احنا كده لابسين مغربي مغربي، الشنبات والدهون عمره ما هيعرفها. اسمع بقى الخطه اللي انا مرتبها ومتكتك لها. استنى بس قبل الخطه، سيبك من اللبس خالص، المهم نبقى بنعرف نتكلم مغربي. طبعا. عارف المغاربه بيتكلموا ازاي؟ فرنساوي، بيتكلموا فرنساوي. هنتكلم فرنساوي ازاي يا تيمون؟ انت بتعرف تتكلم فرنساوي؟ لا ما اعرفش، بس ممكن قبل ما عيد يجي نتعلم فرنساوي دلوقتي. نطلع من على النت دفتر الراجل داخل علينا وهنتعلم فرنساوي في 3 دقايق؟ بص لو ركزنا وبطلنا هري انا وانت وطلعنا من على النت كده كيف تتعلم الفرنسيه في 3 دقايق ممكن نتعلم، بس نبطل بقى ايه هري ونركز. لا مش هينفع نتعلم فرنساوي في 3 دقايق، ركز بس معايا. والله ينفع يا ابني. مش هينفع فرنساوي ايه اللي هنتعلمه في 3 دقايق يا اخي؟ ما تضايقنيش بقى. والله ينفع. الله والله هو يا ابني هو غباوه خلاص، غبي من واحنا صغيرين، وكل ما بقول هيكبر ويعقل برضه غبي. فرنساوي ايه؟ الله ينفع. الله، هنتكلم مغربي. المغاربه هتلاقيهم دايما كده عندهم قبل اي كلمه بيقولوا باش نقول. باش نقول؟ باش نقول. ايه باش نقول؟ لازم تلق في الكلام. باش نقول الق ازاي؟ الق كده يعني؟ كده هندي يا حبيبي، انت كده هندي. الق في الكلام نفسه. باش يعني مثلا باش نقول احنا المغاربه نقول سلام عليكم. ايه مش نقول لك احنا المغاربه نقول سلام عليكم؟ سلام عليكم. باش نقول سلام عليكم. سلام عليكم. ايوه كده تمام؟ فهمت يعني قول بقى كلام بقى مغربي كتير، زي مثلا يقولوا ليه بيقولوا علاش. يعني مثلا علاش ما بتسال عليه مثلا. بدل كتير يقولوا بالزاف. بالزال قصدك؟ بالزاف. ايه الزاف ده؟ ده حرف جديد يعني زي الزل؟ حرف جديد ايه يا تيمون؟ كلمه معناها كتير. مش نقول لك ايه؟ لا يا عم ده صعب.